ضمن سلسلة قوانين بتوصف بأنها معادية لعرب إسرائيل، أقر الكنيسة الإسرائيلي اللي هو البرلمان يعني قانونا جديدا يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات. العمليات دي اللي هي الفلسطينيين بيسموها فدائية استشهادية، اللي إسرائيل بتسميها إنها عمليات إرهابية. المهم يعني أي مكان عمليات دهيات، الناس بقى اللي عملت العمليات دي من العرب الإسرائيليين أو العرب داخل إسرائيلي اللي هم بيسموهم فلسطيني الداخل. طيب إذا واحد فيهم عمل عملية زي كده يحصل إيه؟ فبيقول لك إذا أدين أحد أفراد العرب إسرائيل بهجمات ضد إسرائيليين بصرف النظر عن أعمارهم فيحصل عقاب لأسرته أو أفراد أسرته. القانون بيدي لوزير الداخلية الإسرائيلي الحق في أن يرحل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد جلسة استماع وتحقيق، وإذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ للعملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه فمن هنا يمكن أن يعاقب. يعاقب بقى وفقا هو إن الجنسية اللي معاه إيه ولا معاه إقامة إلى آخره. فلسطيني الداخل بالمناسبة أحركم لازم تكونوا عارفين يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل، و غالبا ما يشكون من معاملتهم من قبل السلطات الإسرائيلية كمواطنين من الدرجة الثانية. عشان نفهم أكتر يسعدنا أن يكون معنا من حيفا السيد جمال زحلقة الكاتب السياسي وعضو الكنيسة السابق، ومن تل أبيب السيد جولان برهوم الكاتب والباحث السياسي. أبدأ من السيد جمال زحلقة. سيد جمال، القانون ده بيعني لحضرتك ايه؟ شايفه ازاي؟ ولو بتمثل يعني عدد كبير من العرب، عرب اسرائيل، او يعني قول لنا كيف وقع هذا القانون على مسامعكم؟ اتفضل يا فندم. اولا هذا القانون انا باعتقادي خطير. اولا هو قانون ابارتايد، بمعنى انه يسري على العرب وليس الا يسري على اليهود. يعني اذا ارتكب عربي هذه المخالفة القانونية يمكن طرد عائلته، ولكن إذا ارتكب اليهودي مخالفة مماثلة أو حتى أكثر شدة لا يوجد عقاب من هذا النوع على اليهود، هو فقط للعرب. فهذا قانون يعني تمييزي وقانون أبارتايد واضح جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا قانون يمس الجنسية وعمليا يجعل جنسية العربي جنسية مشروطة ويمكن طرده بقرار إداري من وزير الداخلية، ليس بمحكمة حتى. والقانون الإسرائيلي، حتى القانون الإسرائيلي يضع شروطا شديدة وصعبة جدا لسحب هوية أي إنسان. هذا تجاوز ليس للقانون الدولي فقط وإنما حتى للقانون الإسرائيلي في نصوص أخرى. الأمر الثالث، هذه عقوبة جماعية وهي محرمة في أي يعني لنقل فقه قانوني أو قضائي في أي مكان في العالم. يعني ماذا بالأخ أو الأخت، الابن أو البنت، الزوجة والوالد والوالدة في ما ارتكبه الإنسان. الأمر الأخير الذي أود أن يعني أوضحه أن هذا لا يسري فقط على الذين أدينوا بعملية كما تفضلت، وإنما من هو مشتبه بهم ومحتجزين في المعتقل، ليس بالضرورة من أدين أو من غير متواجدين. يعني إذا ارتكب أحد جنحة من هذا النوع ومتواجد خارج قبل ما سيب حضرتك سيد جمال زحلقة يسري، لا دعني أقول أنا نوضح، لأن ليس فقط من أدين، هذا خطير جدا. يعني ليس بالضرورة من هو مشتبه به الشخص، حتى وأيضا متواجد خارج البلاد أو حتى مات. طبعا يعني إذا الآن جاءت عندنا مثلا عائلة وليد دقة وهو مات في السجن، وإذا يعني هو قانون يطبق بأثر رجعي، يعني قانون يطبق، لا يوجد أي نص يعني يمنع تطبيقه بأثر رجعي. يعني النص القانون أنا قرأته جيدا، ويعني دعني أقول أنا أعرف أن أقرأ القانون بتفاصيلها وبالأحرف الصغيرة، ويعني ذهبت إلى التعريفات. هسألك سيد زحلقة معلش، هو ده لو رفعت قضية أمام المحكمة العليا في إسرائيل هل ممكن أن تقضي بعدم دستوريته؟ لا أعرف الحقيقة. يعني لو سألتني هذا السؤال قبل 10 سنوات لقلت لك أن المحكمة العليا لن تقبل بقانون من هذا النوع، لكن المحكمة العليا الآن يعني فيها أغلبية يمينية
محافظة و طيب ده يخليني أروح للسيد جولان برغوم. سيريا تشمل سيريا حربية أيضا في الجهاز القضائي مفهوم. في سيد جولان برغوم من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي، كيف تقرأ هذا القانون الذي وافق عليه الكنيست؟ بداية تحياتي لك وللجميع، وطبعا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بداية ربما الأخ الكريم لا يفهم معنى الأبارتايد. أنت عايش مع اليهود، أنت ساكن مع اليهود، أنت تعرف بالضبط أي قوانين كانت في جنوب إفريقيا. إذا تريد أن نفتح ملف الأبارتايد الذي موجود في سوريا، في اليمن أو في العراق، بلدان عربية التي موجودة تحت احتلال إيراني، فنحن نتحدث على ذلك. عرب إسرائيل، عرب داخل إسرائيل بداية، أنا طبعا أجاوب، ولكن عرب إسرائيل هم جزء لا يتجزأ من النسيج الإسرائيلي العظيم المعظم، في منهم في كل المستويات. هذا القانون هو وسيلة من باقي الوسائل لمنع إرهاب ببساطة. الآن معظم عرب إسرائيل جزء منا، عرب إسرائيل يريدون الاندماج، يريدون التطور، يريدون الحياة المشتركة مع دولة إسرائيل، ولكن هناك فئات معينة، هناك ممثلين معينين الذين متعاطفين ربما بالزيادة مع الملف الفلسطيني. أنا لا أتحدث على الضفة، مناطق يهودا وسامرة، ولكن هناك محاولات وإرادات تغيير دولة إسرائيل، وهناك أصوات صغيرة قلة قليلة طبعا لا تماثل الجمهور الكريم الذي مؤمن أو تعطي حق وشرعية لهذا العمل. في ظل هذه الظروف، كل الوصف الذي تحدثت الآن وصفته الآن، هناك مكان لحاجز واضح لمنع هذه الأهداف الوطنية غير مدنية. أنت أستاذي، أنت كنت في البرلمان الإسرائيلي، في اعتقادي أنت كنت أكبر ممثل للملف الفلسطيني وغير للعرب إسرائيل. بإذن الله نحن نرى بعد الانتخابات ممثلين عرب نواب يمثلون الأشياء المركزية المحلية الجوهرية بكل ما يخص لتقدم والتحسن الوضع بين اليهود. سيد زحلقة، ألا يمكن أن يساء استخدام هذا القانون لترحيل أناس أبرياء؟ جملة إذا اسمح لي، جملة وطبعا أكيد. يعني أولا تستطيع أن تستطيع أي شيء، لم يتطرق إلى، لكن نحن نحتاج إلى هذا بدون مقاطعة. نحن في دولة إسرائيل، يعني هل هذا القانون يصل يعني كل واحد لا يصل يعني فقط على العرب؟ أستاذي بدون مقاطعة، هو قانون عنصري، بدون مقاطعة هذا معنى الحوار الحديث. نحن في ديمقراطية مثل ما تعرفوا، فنحن لا نصل للحجاج. سيد زحلقة، لحظة واحدة بس، خلي السيد برغوم يجاوبني على السؤال ده. سيد برغوم، ما هي الضوابط حتى لا يساء استخدام هذا القانون؟ أعتذر، ما سمعت السؤال. لا، أنا بكلم سيد برغوم. يجب أن يسأله هل هذا القانون يسري على اليهود؟ لماذا فقط على العرب؟ أليس سيد برغوم، ما هي الضوابط حتى لا يساء استخدام هذا القانون؟ خلينا الأول لسه ضد عرب عرب إسرائيل. لا أنا وهرجع يا سيد، يا سيد بس أنا هسأل السؤال ده لاحقا يا سيد زحلقة. لحظة واحدة بس، لحظة لا 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 أخذ من وقتي، لا أخذ من وقتي. أنا أريد أن أصحح، هذا القانون هو لا يميز. هذا القانون يقول من ارتكب جريمة، في اعتقادي أمر بسيء، أمر بسيط، لا يوجد أبسط أمر من ذلك، مكانه في السجن، ربما سواء كان عربيا او يهوديا، وعائلته واسرته. غير صحيح، هذا كان رمز للجميع. نحن نريد في هذا القانون ان نقوي. لا، نحن لا نستطيع ان نكمل هذا الحديث. سيد برغوم، الكلام ده ينطبق على من هو يهودي ومن هو عربي؟ اذا اسمح لي اكمل هذه الجمله وطبعا اجاوب على السؤال اذا اسمح لي. تفضل. أشكرك.
نحن أولا نريد أن نقوي قوة الرد الإسرائيلية في الضفة يهودا وسامرة، وطبعا في الداخل الإسرائيلي. الآن بالنسبة لليهود، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن ظاهرة إرهابية يهودية. وأنا كنت هنا وأعطيت المثل عندما كانت عصابة يهودية، وأنا أستطيع أن أقول هي كانت عصابة يهودية إرهابية التي حاولت في الثمانينات سنة 1985 86 صحيح هذا أنا مخطئ، حاولت أن تفجر مسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في مدينة أورشليم القدس. فالحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن، نحن دولة مؤسسة منعت ذلك في سنة 1988 عندما كهان العنصري، لأنه كانت له كراهية ضد العرب فقط لأنهم عرب. دولة إسرائيل منعت ذلك. كل واحد الذي يحاول أن يشتم، أن يميز عرب لصالح اليهود، هو لا يستطيع أن يعمل ذلك. ولكن في اعتقادي جولدشتين، وغير فقط في اعتقادي، المستوى هو مستوى التربية والتعليم، التصريحات سيد برهوم، انا عايز اجاوب على السؤال. هل لو ارتكب مستوطن اسرائيلي، خلص استاذي، ما انت خلاص خلصت، انت بقالك كتير قوي، انت عايز تخلص بعد قد ايه؟ لا جاوبني على سؤالي. لو مستوطن اسرائيلي يهودي عمل نفس الجريمه اللي بيقوم بيها العربي الاسرائيلي، هل هيوقع عليه نفس العقوبه ولا لا؟ لا بس ببساطة أستاذي الكريم، هناك مخربي يهود إسرائيليين هيوقع عليهم العقوبة ولا لا؟ غير مستوطنين، مكانهم في السجون الإسرائيلية، أنا أستطيع أن أقول ذلك. طب خلاص، شكرا جزيلا، أنت وضحت كل فكرتك. بقى خلينا نروح للسيد جمال زحالقة. يعني كأنه هذا القانون سيد زحالقة لو طبق هيطبق على الفلسطينيين، او يعني على عرب اسرائيل فقط لا غير، وبالتالي انتوا هتعملوا ايه بقى؟ طبعا اخي، يعني اخي، اولا يعني انا عندي تجربه 16 سنه في قراءه القوانين الاسرائيليه واكثر من ذلك. والقانون يقول، يعني يذهب الى تعريف من هو مخرب الذي يسري على عائلته هذا القانون، وهذا التعريف ينطبق على العرب فقط. اليوم عميد كلية الحقوق الكابر من السابق، عميد كلية الحقوق في جامعة العبرية في القدس، بروفيسور كريمنيتسر، كتب وقال في صحيفة هارتس، وقال أن هذا القانون يسري فقط على العرب، وهو يعني مختص بهذا الموضوع يعني. وأنا أيضا ذهبت وقرأت التعريفات ووجدت إلى نفس الشيء، أن هذا القانون يسري على العرب فقط. الأمر الثاني، أن هذا القانون حقيقة يعني يذهب عقوبة إدارية بدون محاكمة، يعني العائلة يستدعيها وزير الداخلية، يستمع إلى أقوالها ثم يقرر طردها وزير الداخلية وليس قاضي، يعني يتجاوز كل مفاهيم القضاء في أي مكان في العالم. طب ماذا سيفعل؟ ماذا ستفعلون سيدي؟ بدلاً من العائلة، ثانية بس عشان نكمل مع بعض. طب حضراتكم هتعملوا ايه وأما وأن الحال كذلك؟ نحن طبعا يعني سنتوجه إلى المحافل الدولية أيضا ونطرح الموضوع بشكل دوليا، وأيضا سنحاول استنفاذ القانون عندنا هنا في المحاكم الإسرائيلية في المحكمة العليا، سنحاول، لا أعرف إذا سننجح، لكن سنبحث هذا الموضوع. هناك سلسلة من القانون، هذا القانون ليس وحده. بنفس الوقت بعد تمرير هذا القانون بنصف ساعة جرى تمرير قانون يمكن فرض عقوبة السجن على أطفال بجيل تحت 12 سنة، وحتى وهذا تغيير كبير جدا. إلى حتى الآن كان هؤلاء لا يمكن حبسهم، وإنما يوضعوا في إصلاحية وفي يعني مراكز تأهيل خاصة. القوانين، هناك قانون يعني يغير شروط الترشح للكنيست، أيضا يذهب إلى يعني إجراءات صعبة جدا وتحاول خنق أو منع التمثيل العربي داخل الكنيست. القوانين واحد تلو الآخر، قوانين عنصرية، قوانين أبارتايد، قوانين. هروح للسيد جولان برهوم، الوضع القائم في الكنيست، إلى أين تذهب هذه القوانين بعلاقة يهود إسرائيل ببقية المكونات؟ عربي لا يذهب
عربي لا يذهب إلى المحاكم دولية عندما إيران تقتل عرب يوميا، لكن هو يتحدث على دولة إسرائيل وهو يعرف بالضبط أن لا يوجد أي فرق بين يهودي وعربي في كل المحلات وفي كل مستويات في دولة إسرائيل. من ارتكب جريمة أستاذي الكريم، سؤال واضح، هل أنت تدين ذلك أو ما أو لا تدين ذلك؟ عندما هو ارتكب جريمة بالاسم التعاطف مع الملف الفلسطيني، أنا أدين أعمال إرهابية يهودية طبعا لا تمثل الجمهور الإسرائيلية. هل أنت تحت الاسم تحت اسم الملف الفلسطيني القضية الفلسطينية، هل أنت تبرر ذلك؟ نعم أو لا؟ وهذا هو الفرق المركزي. غير أبارتهايد، إيران تجيب من الشيعة إلى عمق سوريا وهو لا يتحدث. هذا التطهير عرقي، كل عربي يعرف ذلك، تطهير عرقي في اليمن، تطهير عرقي في سوريا، تطهير عرقي في العراق، البلدان العربية تتعرض للاحتلال الإيراني، لكن هو يتذهب يتفضل ويتذهب للمحاكم الدولية بالنسبة للديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. غريب. طيب سيد زحالقة، هو لأي مدى من الممكن أنه يكون في حوار ما بين عرب إسرائيل والأغلبية أو حتى قطاعات من أعضاء الكنيسة لحل هذه المسألة؟ يعني لا أرى في التركيبة الحالية للكنيسة، يعني هناك لا يمكن الحديث معهم، من نتحدث مع سموتريتش، مع بن غفير، مع نتنياهو، يعني كلهم حقيقة الآن في هستيريا تطرف قومي، هستيريا فاشية، هستيريا عنصرية، وبالحقيقة أنه يعني هم لا يسمعون أعضاء الكنيسة العرب يتحدثون، يحتجون، يأتون يعني بادعاءات قوية جدا، حقيقة حتى هم لا يسمعون حتى للمستشار القضائي للكنيسة. المستشار القضائي للكنيسة قال هذا القانون غير دستوري، وأيضا المستشارة القانونية للحكومة، وطلب من نتنياهو أن يبدي رأيه بالقانون، نتنياهو رفض أن يبدي رأيه بالقانون. فالقانون هذا القانون حقيقة يعني حتى هو تجاوز للقانون الإسرائيلي، خطوة نحو التطرف القانوني إذا صح التعبير يعني. وستستمر هذه القضية لفترة، وسنرى أكيد في المراحل القادمة كيف يعني نتفاعل القضاء مع الانتخابات مع الكنيسة. كل الشكر للسيد جمال زحالقة الكاتب السياسي وعضو الكنيسة السابق من الحيفة، وكل الشكر من تل أبيب للسيد جولان برهوم الكاتب والباحث السياسي.